الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم عظيم السلطان. اللهم أذ السلطان العظيم أذ المن القديم. والناظرين وعين الإنس والجن وإياك الذين كفروا لا يزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون ما هو إلا ذكر العالمين. ومستجاب لقمان الحكيم وورث سليمان داود عليه السلام الودود العرش المجيد. طول عمرنا وصحح أجسادنا واقضي حاجاتنا أموالنا وخبب للناس أجمعين وتباعد الأداوة كلها من بني آدم من كان حيا ويحق القول على الكافرين. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. اللهم رب بيت العتيم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار يا ذا الجود والكرم والفضل والمن والعطف والإحسان. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أنتك وعنا أنتك عبدك واقف تحت بابك ملتزم بعتابك متذلل بين يديك نرجو رحمتك ونخشى عذابك يا قديم الإحسان. اللهم صل أن ترفع ذكري وتضع وتشلع أمري أسألك الدرجات الأولى من الجنة. اللهم إنك تعلم سر العالمين. اللهم نسألك إيمانا دائما يباشر ويقينا صادقا حتى أنه لا يسألك تبتلي ولكن أنت ولي في الدنيا والآخرة. توفق المسلم والحكم بالصالحين. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مكروبا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا غائبا إلا رددته ولا طالب علم وخير إلا عنده ولا عسيرا إلا يسرته ولا سائلا إلا أجبته ولا حاجة من أوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها. فيسر أمورنا واشرح صدورنا ونور قلوبنا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مبتومين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله في نعمه ويكافئ مجيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان سيدنا محمد عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما اولئك والخاتم لما سبق وناشر الحق بالحق والهدي الى صراطك المستقيم وعلى اله وصحبه الذي حق وقدر ومقدار العليم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاه تنجينا من جميع الاهوال والافات ونقضي لنا بها جميع الحاجات ونقضي لنا بها جميع الحاجات ونقضي لنا بها جميع الحاجات ونظهرنا بها جميع الشيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها صلوات من جميع الخيرات والحياة بعد الممات. اللهم يا الله نشر من شر الفتن وعافنا من جميع المهن واشرح مني ما ظهر منها وما بدن على عنك قلبي من احمد الحياة. اللهم يا الله اللهم يا الله اللهم يا الله وانت وعافنا من جميع البلاء والبلاء إنك على كل شيء قدير بربك يا رب العالمين. نعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. وتب بيننا وبين من أنت خير الرحيم. اللهم يا الله أسألك يا الله اجعلنا يا الله جميعا شر والضر. اللهم أرنا الحق والحق ونجنا اتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار يا عزيز يا غفور يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد خير خلقه وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربي رب العزة عما يصفون وسلم السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت